كما ايضا لا يفوتني ان اذكر الناس بهذا اليوم يوم غد يوم 17 تم فيه قتل عدد كبير جدا من شهداء ثورة ديسمبر المجيدة في استمرار ما بعد الانقلاب. فنحيي هذه الفكرة ونتمنى ان يكون اخر الدماء التي سالت في السودان ونقل الى نفقد اي عزيز مرة اخرى كما نسهم الى بناء دولتنا المدنية الديمقراطية التي نحلم بها. هنالك ثلاثة قضايا حنتكلم عنهم. حنتكلم اولا عما يسمى بالاتفاق الاطاري، حرية التغيير لها تصور اجاز اتفاقا اطاريا سيفصله الاستاذ ياسر عفان. ايضا هنالك الملاحظات حول الوثيقة الدستورية المعدة من الهيئة التسجيلية لنقابة المحامين، ثم لنا بيان صحفي معد ايضا. طيب شكرا جزيلا. أشكر كل الإعلاميين والصحفيات والصحفيين الجول لكرات المؤتمر الهام، والممكن أن يكون مؤتمر صحفي تاريخي لبلادنا وللقرية والقرية. وأنا دا أقول بصدق أن المؤتمر الصحفي هذا بالنسبة لي يعني من أصعب اللحظات في صراعنا ضد الانقلاب، لأنه خلفنا تضحيات عظيمة قدمها هذا الشعب، وتضحيات تمتدت في كل أنحاء السودان في الريف وفي المدن، وتضحيات قدمها شباب وشابات السودان بجسارة لهزيمة الانقلاب. ونحن أمامنا عملية سياسية معقدة وليست سهلة، وحديثنا كله كان اليوم حينصب حول العملية السياسية، والعملية السياسية يجب أن تحقق آمال وتطلعات شعبنا وأن تقوم بقدر تضحياته، ولن نقبل بأي عملية سياسية لا تساوي تضحيات وآمال شعبنا. ونحن سنكون أمناء في هذا الطريق، لأن التحولات لن تتم إلا بمشاركة حقيقية من الشعب السوداني. ما وصلنا إليه الآن هو تم بالفعل بتضحيات الشعب السوداني وبالتضامن الإقليمي والدولي مع شعب السودان. وفي البداية أنا دار أقول إنه نحن الوضع اللي نحن موجودين فيه الآن ليس هو وضع ثورة أكتوبر في 1964 أو أبريل 1985. الوضع الحالي بيتسم بعجز الدولة، الدولة السودانية عاجزة بالكامل عن تقديم الخدمات، بل حتى عن حماية المواطن السوداني. ونحن شايفين القتل المجاني اللي بيحصل لمئات من المواطنين السودانيين في الريف وفي المدن، كما تم في النيل الأزرق وفي نقاوة وفي جنينة وفي غيره وفي مدن السودان. لذلك الدولة السودانية عاجزة، وشعبنا يدرك ذلك، انه هذه ليست حتى الدولة التي خلفها الاستعمار بسبب عوامل كثيرة من النظام السابق. ايضا هنالك هشاشة في المجتمع واضحة جدا بالنسبة لشعبنا، انه مجتمعنا فيه احتقارات اسمية وجغرافية وهشاشة بوضوح. نحن بنشتغل في كل هذه الخلفية. ايضا هناك تعدد للجيوش، بل انه في العاصمة في جيشين، اي جيش عنده القيادة والسيطرة لوحده، وعنده ميزانية لوحده، وعنده حتى علاقات خارجية لوحده. هذه قضايا يجب ان تكون في مقدمة ذهننا ونحن بنقود في العملية السياسية. وواحدة من المسببات لأن العملية السياسية تكون هي أفضل الطرق بالنسبة لشعبنا وآمن الطرق بالنسبة لشعبنا. أيضا
انه نحن دارين نقول بوضوح تحدثنا عن ما هو خلفنا وما هو امامنا، لكن نحن متمسكون بثوره ديسمبر ونحن لا بديل لدينا لثوره ديسمبر. ثوره ديسمبر هي ثوره لتجديد الوطن ولبناء الدوله السودانيه وايجاد علاقه جديده من علاقات البناء الوطني بين الريف ومدن السودان، وهي وحده السودانيين، لان هذه الثوره مظاهراتها تبدا في دارفور وفي شرق السودان وفي اقصى شمال السودان وفي الجنوب الجديد من السودان قبل ان تبدا في العاصمه الخرطوم، وهي وحده اصوات السودانيين في كل المدن. والتغيير تنطلق بعد مؤتمر اقامته لوجوده في كل السودان، واثبت ان الحريه والتغيير موجوده في ريف ومدن السودان وفي كل انحاء السودان، وانها هو موحده. ايضا اليوم نحن نتحدث بشفافيه حول فرصه تلوح في الافق. هذه الفرصه صنعها شعبنا لانهاء الانقلاب واقامه سلطه مدنيه ديمقراطيه. الفرصه دي من صنع قوى الثوره، من صنع التضحيات العظيمه، من صنع الصبر والمثابرة والشجاعة التي تمتع بها شعبنا ولا سيما شبابنا. في الوقت الحالي في مشروعين، في مشروع للفلول والدولة القديمة يتسابق للعودة لتخريب الدولة ولجر السودان لحرب أهلية. هذا هو مشروع المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني لا يملك غير هذا المشروع. هناك مشروع الثورة الذي يهدف إلى قطع الطريق على عودة النظام السابق، وهذه هي قضية أساسية في تقديم الخطوات التي اخترنا هذه الخطوات لقطع الطريق على قوى النظام السابق. ونحن نقول بوضوح إنه النظام السابق لا خير فيه للسودان ولا حتى للحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية إذا أرادت أن تجدد نفسها عليها أن تسحب تجاه شعارات ثورة ديسمبر العظيمة في الحرية والسلام والعدالة. أما نظام البشير فهو لن يعطي أي شيء للشعب السوداني. نحن في تقديمنا دائرين نقول إنه خطنا الرئيسي بيلتزم بإنه العملية السياسية يصنعها الشعب ويشارك فيها الشعب. العملية السياسية ممكن تحس تعقيدات الان، لكن حتواجهنا تعقيدات جديده. التعقيدات الجديده حنحلها بشكل افضل لما نكون عندنا سلطه مدنيه، وحينما نبعد النظام القديم ونتجه ببلادنا الى اتجاه السلام واتجاه مواءمه مجتمعنا وخلق فرص جديده لمجتمعنا. العمليه السياسيه الان اصبحت ممكنه بسبب انه في اتفاق من قوة كبيرة على وسيلة المحامين، وأيضا هنالك إعلان سياسي سيرى النور قريبا، الأستاذ طه يتكلم عنه برضو. وأيضا لأن المكون العسكري قد قبل بوسيلة المحامين وأبدأ ملاحظات، هذه الملاحظات الآن تدور نقاش لكي نصل لاتفاق إطار. العملية السياسية بالنسبة لنا بتتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري الهدف الرئيسي له هو إنهاء الانقلاب، وهو أيضا هدفه الثاني إقامة سلطة مدنية ديمقراطية وإرجاع ثورة ديسمبر إلى مسار السلطة المدنية الديمقراطية. ولذلك الاتفاق الإطاري هو بضم المبادئ والأسس التي تنهي الانقلاب وتنتقل ببلادنا نحو إقامة سلطة مدنية ديمقراطية بأخصر وأيسر السبل وأقل السبل تكلفة بالنسبة لشعبنا. وفي ذلك يجب أن يتوقف القتل ويتوقف العنف ويطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونتجه جميعا لاتجاه جديد. أيضا هنالك مرحلة أخرى سيتكلم عنها زملائي. المرحلة الأخرى بعد الاتفاق الإطاري سيكون في مرحلة لمعالجة أربع قضايا. الأربع قضايا دي الحرية والتغيير لن تستطيع أن تعانيها بدون إشراك والثورة
وبدون إشراك الشعب السوداني وبدون إشراك أصحاب المصلحة، وعلى رأسها قضية العدالة والعدالة الانتقالية. أصحاب المصلحة وسر الشهداء وأخذ قضية العدالة بمنظور تاريخي، ما حدث في دارفور وفي جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق وفي بورسودان ساحة الحرية وفي كدبار وفي 2013 وفي العلفون وفي كل الانتهاكات التي تمت ضد شعبنا، يجب العدالة أن توحد شعبنا ولا تقسم شعبنا. ولذلك هذا أمر سيتكلم عنه زملائي، وهي أيضا فرصة، العملية السياسية هي فرصة للإصلاح وبناء دولة يستحق شعبنا، وهي أيضا فرصة لبناء جبهة مدنية من كل أصحاب المصلحة وهو الثورة. والعملية السياسية في النهاية ستتم بمشاركة فعلية من قوى الثورة. نحن في الحرية والتغيير منفتحين على كل قوى الثورة، نريد أن نناقش مناقشة جدية، لن نوقع اتفاق نهائي إلا أن نناقش شعبنا وقوى الثورة الأربع ملفات، واخترنا هذه الصيغة بالذات لحرصنا على المشاركة ومشاركة أصحاب المصلحة، ولعلمنا أن الحرية والتغيير لن تستطيع أن تحسم دون غيرها من قوى الثورة. هذا الأمر هنالك أيضا هو الانتقال، وكل من يريد أن يدفع في إقامة سلطة مدنية ديمقراطية وفي الوصول إلى ديمقراطية والوصول إلى سلام شامل وكامل، هذه القضايا سيتم طرحها من بقية زملائي. أنا أقول إنه اليوم نحن على أعتاب مرحلة تاريخية، وأنا أقول المرحلة التاريخية دي لم تنجز إلا بمشاركة واسعة. يجب أن نستمر العمل السلمي الجماهيري والمظاهرات، ومنحب شعبنا أن يخرج إلى الشوارع بدون استخدام العنف ضده لإنظام النظام. أيضا أخيرا أنا أود أن أقول إنه من أكبر المهام التي أمام شعبنا هي بناء جيش مهني. هذه قضية كبيرة وقضية خطيرة، ونحن وقفنا دائما ضد الفتن بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأود أن أقول إنه الذين يتحدثون إن الحرية والتغيير تريد أن تفكك الجيش هم الذين حاولوا تفكيك الجيش على مدى 30 عام، وأقاموا جيش آخر اسمه الدفاع الشعبي، وأقاموا أمن آخر اسمه الأمن الشعبي، وحتى الأمس بظهور الصوارمي كانوا يعلنوا أن يقيموا جيش جديد. نحن مع بناء القوات المسلحة، مع إصلاح القوات المسلحة، مع علاقة جيدة بالقوات المسلحة والدعم السريع حتى يتم بناء جيش واحد لكل السودانيين والسودانيات، وحتى ننتقل إلى دولة للمواطنة بلا تمييز. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم جميعا، نرحب في البدء بالسادة والسيدات ووسائل الإعلام ومؤسسات تشكيل الرأي العام. هذا المؤتمر الصحفي يأتي عقب اجتماع المجلس المركزي الذي كان اجتماعا إيجابيا ومثمرا سادته الروح الوطنية والمسؤولية والشفافية، والتي أكدت على وحدة وتماسك قوى الحرية والتغيير حول الهدف المشترك والمصير المشترك. ناقش الاجتماع تطورات الراهن السياسي والعملية السياسية، وكان نقاشا جادا ومسؤولا تم الاتفاق فيه على التصور والخطة التي قدمها المكتب التنفيذي. سوف أدعو عليكم البيان الصدر من الاجتماع. عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحضور مكوناته اجتماعا مهما نهار اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، ناقش فيه تطورات الراهن السياسي باستفاضة خلص للآتي: 1.
حي المجلس المركزي لطالب شعبنا الذي لا زال يواصل مقاومته السلميه الباسله لانقلاب 25 اكتوبر مستخدما كافه وسائل الكفاح السلمي المجربه والمستحدثه، وهو الامر الذي جعل مهمه الانضباط على ثوره ديسمبر المجيده امرا مستحسرا. وما حدث وضوح ان شعبنا سيسترد مسار التحول الديمقراطي الذي تقوده سلطه مدنيه انتقاليه كامله تعبر عن الثورة وغاياتها. 2. تابع المجلس المركزي مجهودات بناء الجبهة المدنية الموحدة التي تجمع كافة قوى الثورة والمجهودات المبذولة للتنسيق مع أوسع قاعدة من القوى السياسية والاجتماعية التي توسع قاعدة الانتقال وتمكنه وفقا لمشروع الإعلان السياسي الذي نعمل على تطويره بما يؤسس تحول مدني ديمقراطي مستدام. 3. استمع المجلس المركزي لتقرير من المكتب التنفيذي حول سير العملية السياسية وما شهدته من تطورات على إثر المناقشات التي تمت مع الجانب العسكري حول مسودة الدستور الانتقالي التي نتجت عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وما انتجته من تفاهمات يمكن البناء عليها الوصول لحل سياسي يحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، واضعين بالاعتبار التحديات والمسائل التي تحيط بالعملية. وبعد دراسة مستفيضة أجاد المجلس المركزي بالإجماع تصورا تحت عنوان نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة هذا التصور يقسم العملية لمرحلتين على النحو التالي: 1. مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطية، والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي أنتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات، وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر. 2. مرحلة الاتفاق النهائي، ويتم فيها تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوة الثورة في 4 قضايا رئيسية، وهي: 1. العدالة والعدالة الانتقالية، وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. فإصلاح الأمن والعسكري، وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا، فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. جيم، اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام. ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة، مما أدى توصل اتفاق جوبا لسلام السودان، لكن هذا الاتفاق يواجه معضلات عديدة جعل الدعاوي إلقاءه أو الحفاظ عليه كما هو يولد استقطابا وتعاظما. قد كان موقفنا ولا يزال هو عدم الغاء الاتفاق مع ادخال اصلاحات لازمه مع تنفيذه وذلك بموافقه اطرافه. 3. تفكيك نظام 30 يونيو. نظام 30 يونيو اختطف الدوله السودانيه ومؤسساتها وشرعا حزبنتها، ولبناء دوله مهنيه تخدم مجتمعنا دون تمييز او تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. ختاما، تمن المجلس المركزي روح الوحدة والالتزام الوطني التي سادت في الاجتماع، مؤكدين أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيظل باستمرار في خانة النضال من أجل الحرية والسلام والعدالة استكمال الطريق الذي شقته ثورة ديسمبر المجيدة والذي سيبلغ غايات شعبنا.
كاملة غير موروثة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. استقلالية
لو هي قوات الدعم السريع وعدم التدريب الكلام ده صحيح. الوزراء السوريه تكلم عن انه لابد من جيش واحد، لكن الجيش الواحد بيجي في اطار الاصلاح الامني والعسكري، وفي خطوات كثيره منهن ترتيب التنفيذات الامنيه، من ثم الاتفاق بين القوات حول الجداول الزمنيه للوصول لجيش مهني واحد ونص على هذا الامر. الوزارة السورية بشكل واضح، لكن الغرض من هذا التطابق هو محاولة استضافة أو جذب البلد لمعركة بشكل موجود، لأن كلنا بنؤمن بأنه لا يمكن أن نمشي في أي بلد بتعدد الجيوش بجيش واحد، ولكن هناك حقيقة لا يمكن أن نسكت أو نفر حوله، ولازم تحتاج في دين إصلاح أمني بشكل واضح، ووصولا لجيش واحد يتطلب نقاش واضح وصريح بين جميع الأطراف بما فيه إقالة هذه القوات والمؤسسات لوجود أو الجيش الواحد ووصول للترتيبات الأمنية. كذلك من المسائل التي تم وكانت بالنسبة لنا قضية مهمة هي قضية أطراف العملية السياسية، ودي طبعاً برضو واحد من الأشياء اللي كان رفضنا به مسألة الوطن، لأنه كان ذلك تدي إطراف للعملية السياسية، وبالتالي مسألة الأطراف السياسية بالنسبة لنا هي أطراف اللي شاركت في وسيلة السورية للمحامي، إضافة لكل قوى الثورة اللي بنقوم بهم فيما فيه أطراف العملية السياسية السلمية اللي كانوا كحركات مسلحة ما جزء موجودين في الوسيلة الدستورية للمحامين، حركات الموقع الاتفاق سلام جوبا، الحزب الشيوعي، الرفاق الأخرى في تجمع المحليين، في كل لجان المقاومة، دي كله بالنسبة لنا جزء من أطراف العملية السياسية، لكن القوى اللي أخرى أو القوى اللي شاركت مع أنظمة السابق هي مقصورة على القوى اللي شاركت في وصفة المحامين وما مفتوحة لكل عشان ما برضو إنه عملية سياسية في النهاية تكون ذا مصداقية وليس عملية سياسية بالصورة اللي يكون فوق إخراق ومسيطر حوله. كذلك من ضمن القضايا اللي الناس تحدثت حوله محام القوات المسلحة، وهي دي كمان بتكون من المحام اللي وارد في الوثيقة السورية برضو أمر على هذه المحام، إنه دي المحام بصورة واضحة جلية وموجودة في الوثيقة السورية اللي تم إفراد بواسطة المحامين إنه ده كمحام للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية. أيضا من المسائل اللي تم الحديث حوله أيضا وثيقة الحقوق والحريات الوارد في وثيقة المحامي تم تضمينه بالشكل الموجود دون أي إبداء ملاحظات حوله باعتباره إنه مؤمنين عليه وما في أي ملاحظات حوله من القوات المسلحة ومن أطراف العسكرية بطرفي الجيش والدعم السريع. كذلك برضه تم المناقشة حول المدة الزمنية لأنه كانت برضه في المدة الزمنية ما كان موجود، والمناقشة إنه الفترة الانتقالية ولا تعدى العامين في الفترة الزمنية، دي كانت واحدة من الملاحظات اللي موجودة. الآن نحن نقدر نقول إنه من القضايا اللي في التفاهمات في إفراغ حوله في هياكل السلطة المدنية بالكامل دون أي مسائل حول مشاركة، دون أي مسائل حول وجود جسم ثاني يتعبر عن هياكل السلطة المدنية واللي هي بتتصل في المستوى السيادي مدني بالكامل، وكذلك مجلس وزراء مدني بالكامل، مجلس تشريع ومجالس مهنية. كذلك أيضا من القضايا المهمة هي والتي بتحسن عملية علاقة المؤسسة المدنية بالحياة السياسية هي مجلس الأمن والدفاع، ودي طبعا برضو برئاسة مجلس الوزراء ومشاركة وزارات ذات الاختصاص وكذلك القوات المسلحة والجيش والدعم السريع والشرطة وأطراف العملية السلمية باعتباره إنه مرتبط بمراقبة الترتيبات الأمنية ومرتبط أيضا بمسألة الإصلاح الأمني والعسكري اللي بيقود للجيش الواحد، ودي برضو واحد من القضايا اللي موجودة ومقسومة إلى مجلس الوزراء إحدى مجلس أمن الدفاع إحدى رئاسة مجلس الوزراء، ولا مكان لما يدور حول المجلس الأعلى أو القوات المسلحة أو في جسم ثاني بالشكل الموجود. القضايا اللي موجودة دي الخطوة الأولى اللي بنمشي حوله هي اتفاق ذات إطاري بتحوى كل القضايا أو التفاهمات اللي تمت تتحول من مرحلة تفاهمات لمرحلة قضايا بالشكل الموجود، ومن الاتفاق بشكل اساسي، من ثم هناك قضايا في اطار عام حوله لكن محتاج لمزيد من التفصيل ومشاركه قوى اكبر في القضايا الاربعه اللي تم ذكره، واللي بيكون المرحله الثانيه بعد اجراء مشاورات مع اسر الضحايا مع الشعب السوداني في الوصول حول رؤيه واحده لهي قضايا معقده وقضايا ذات نوع من الوضوح بالشكل اللي نريد عشان نقدر في النهايه نصل لعمليه سياسيه حقيقيه نقدر ننقل بلادنا الى فتره ديمقراطيه او انتقال وتاسس لفتره ديمقراطيه قادمه. اهم هذه القضايا هي قضايا العداله، قضايا الاصلاح الامني والعسكري، وقضايا السلام
وقضايا التفكيك، لأن التفكيك برضو الناس برضو متفقين حول لابد إنه التفكيك النظام السابق، لكن كانت في مناقشات في أصوات بتتكلم عن تجربة التفكيك بالشكل الموجود. بالضرورة نسمع الأصوات دي، ما مرتبطة فقط بالأصوات العسكرية، حتى الأصوات المدنية هنالك أصوات يجب أن نتفق حول التفكيك وآلياته وأدواته، عشان ما تتبقوا إنه كأنه عملية التفكيك ده هي عبارة عن مجموعة أو جهد لأفراد، تبقى هي اتفاق بالشكل العام. لا يمكن أن نقول إنه يمكن أن تحصل تحول انفرادي حقيقي أو تحول مدني ما لم يكن يتم تفكيك نظام الثلاثين منه، وهي دي أولوية سواء كانت الأجهزة المدنية أو مؤسسات الدولة كلها بشكل مهم. الإصلاح الأمني والعسكري أيضا اللي تحدث عنه، وإنه فيما يتعلق حتى بالقوانين والإنتظار وكذا، الإنتظار يا جماعة بتجي أي إنتظار قانون بتجي من المؤسسات في كل شيء من السلوك، لكن كلها بتتم في ظل المسألة بتاعت الإصلاح والإقرار بتاعت الإصلاح الأمني العسكري اللي بيتم بمشاركة كل المدنية. إصلاح الأمن العسكري ما مربوطة فقط للعساكر أو مربوطة كجدية للعساكر، لا، هتتم بمشاركة كل المدنيين والعسكريين وصولا للجيش الواحد. دي إجمالي للمناقشات اللي تم والتفاهمات اللي حصلت بناء على الوثيقة الدستورية. من ثم لو في أي أسئلة أو كذا نقدر نجاوبها. شكرا جزيلا. كما ذكر حضور الحديثين، بس نجيب ناكل على النقاط بسرعه. قضايا تم الاتفاق عليها، وافقوا عليها العسكريين الطرف الثاني، نائب المؤسسه العسكريه من العمل السياسي، تشكيل سلطه مدنيه كامله من راس دوله مدني ورئيس وزراء مدني ومجلس شعب والهياكل المتبقيه، قيام تشريعي عفوا، وقيام مجلس الأمن والدفاع بالتطور الذي تكلم عنه الصراحة، تحقيق العدالة المنصف للضحايا تم الاتفاق عليه، لكن تفاصيل العدالة دي تحتاج مننا إلى عمل إضافي عبر الإصلاح الأمني وصولاً أو العسكري حنصل لجيش موحد. برضو القضية دي محتاجة إلى تفاصيل إضافية. تفكيك نظام 30 مليون أيضاً أمنوا عليه، لكن إحنا بالنسبة لنا برضو نحتاج إلى إضافة تفاصيل مراجعة واستكمال السلام، سلام جوبا مراجعته، برضو ده محتاج للأطراف، محتاج إنه الناس يعملوا فيه شغل إضافي. تحديد أطراف العملية السياسية تم الاتفاق عليها، هم منو؟ هم ذكروا مستصلها هو الثورة زي الموقعين على وثيقة الحرية والتغيير، وأي من يوقع على الـ على الـ على الإعلان السياسي. مهام القوات المسلحة ده تم الاتفاق عليه أو وافقوا عليه، وسيلة الحقوق المنصوص عليها دي تمت الموافقة عليها. هذه الأشياء تمت الموافقة عليها في الأربع قضايا دي، مش هم رفضوا الموافقة عليها، لا، دي نحن بالنسبة لنا محتاجة لمزيد من البحث والتفصيل، لأن هذه قضايا ما بتخص الحرية التغيير لوحدها، بل وما بتخص هو الثورة لوحدها فقط، تحتاج إلى نقاشات أكبر، إلى عمل أكبر، حتى دي تكون آخر الانقلابات في السودان، عشان كده لازم نصل فيها. الآن ندخل مباشرة إلى فتح فرص إلى الأسئلة والتساؤلات ويتم عليها الإجابة من المتدخلين. تفضل. يا ريت تعرف طوالي نفسك وفيها. أحمد العربي الشيخ في الأخبار. الآن وصلتم إلى إحقاق طارئ حسب الإفهام الموضوع الصحفي، لكن السؤال عن الجداول الزمنية للاتفاق الإداري ولتنفيذ الاتفاق الشامل أو الاتفاق المشاركة في بقية الدول. تفضل. أنا بضيف ياسين من عادي. نظام وصلتم إلى الاتفاق الإداري كما ذكرتم قبل، ولكن ما هو مصير بقية الأطراف؟ باعتبارنا أطراف الآن أنتم مسألة مراجعة الاتفاق، هناك أطراف حاملة السلاح هي من وقع الاتفاق، هل تم الحصول أو حصول موافقة مسبقة من قبل هذه الأطراف بفتح كان اتفاقية دول المراجعة من جديد؟ السؤال الثاني، هل هناك صف زمني أو إطار زمني على تحقيق هذا الاتفاق إطاريا؟ خاصة أننا الآن يعني على نهاية على وجه نهاية العام، هل نتوقع تكوين حكومة في ظرف كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو ومن خلال تنظيم العملية اتفاق إطاري وسيرة أشياء مرجعة، كأنما حدثت حاجة كده في النص أدت لهذا التقسيم.
يعني الناس وصلوا العملية السياسية كانت ماشية باتجاه التفاوض حول دستور الدستور الانتقالي أخ ورد إلى أن الوصول لحقنا. الآن تم تقسيم العملية بين الاتفاق القاري والإيجاب القيم. ما الذي جدد؟ شكرا جزيلا عبد المنعم شكرا في 50. انا عندي سؤالين. السؤال الاول، هل في تاريخ محدد لتوقيع الاتفاق الاطار؟ السؤال الثاني، في عمليه اعاده الحوار حول اصلاح سرانبيو او اصلاح اتفاق سرانبيو، هل الذين المجموعات التي تشارك فقط هي المجموعات الموقعه على اتفاق سرانبيو، ام ان هناك مجموعات اخرى مرتبطه باتفاق سرانبيو خاصه في محمد الرسمان قناة العربية والحدث. لما نتحدث عن اتفاق إطاري زي ما المنصة الآن تحدثت، هل ده بيمثل رؤية الحرية والتغيير في العملية السياسية، ولا كمان في قبول من الطرف الآخر بالدخول في الاتفاق الإطاري؟ بمعنى آخر، هل ده رؤيته منه، ولا الآن تم التوصل مع المكون العسكري للوصول لاتفاق إطاري؟ طيب ممكن نبدأ في مصر ونشوف تاني. أنا داير برضو شغلة نيزيلا في الجامعة النازلة، داير أتأكد في إن إحنا كنا واضحين. العملية السياسية تم تقسيمها لمرحلتين، مرحلة الاتفاق الإطاري ومرحلة الاتفاق التفصيلي. الاتفاق التفصيلي يكون قضايا العدالة، قضايا السلام، وإصلاح الأمن العسكري، والتفكيك في القضايا الأربعة. برد للسؤال المرسل من يونس، ليه تم التقسيم؟ ما هو سبب التقسيم؟ تم لإشراك أصحاب المصلحة وإشراك الشعب السوداني وإشراك قوى الصفا، لأن المثير والتغيير وحتى المجموعات داعمة للانتقاد الديمقراطي ليس بإمكانها إن تتخذ قرارات لوحدها. مثلا في قضية العدالة مطروح مؤتمر للعدالة، والمؤتمر ده يجب أن تشارك فيه أسر الشهداء والناس اللي قدموا تضحيات وأصحاب الحب، هم الذين يجب أن يقرروا في أي طريق للعدالة سيسير السودان. ما حدث في دارفور، ولا حدث في مناطق الحرب، ولا حدث في السودان أو 2018، يجب قضية العدالة توحد الشعب السوداني. لذلك التقسيم هو لمصلحة إيجاد عملية سياسية تجمع الشعب السوداني ولا تفرغه، وتجمع قوى الثورة ولا تفرغه. هذا الأمر المهم تماما والذي سنمضي فيه. أيضا العملية السياسية من أهم حاجات التي هنعملها، هي ستخرج القوات النظامية عن مواجهة مع الشعب السوداني. يجب بتوقيع الاتفاق الإطاري أن لا تطلق أي طلقة على صدر أي سوداني أو سودانية، وأن يتوقف العنف، وأن نقوم جميعا لحماية المدنيين، وأن نخرج القوات جميعا، أن نخرج من المواجهة لا في الشوارع، وأن تستخدم الطاغات وكل ما الآن يبذل في هذه المواجهة لمصلحة الشعب ولمصلحة معالجة الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي أسوأ شيء في السودان، وهو يستحيل مجهودات كبيرة، لأن السودانيين تضرروا، ولأن الملايين من السودانيين الآن في حالة تحت مزغبة وفقر. بالعملية السياسية ستعيد السودان للمجتمع الدولي، ستأتي بفوائد اقتصادية كبيرة. نحن على اتصال مع الرباعية ومع الاتحاد الأوروبي ومع قوى مختلفة من المجتمع الدولي، أكدت إنها ستدعم العملية السياسية وستدعم الاقتصاد السوداني، وسترجع كل البرامج التي توقفت بسبب الانقلاب. ولذلك العملية السياسية الحالية هي ستدعم وتساعد الأوضاع الاقتصادية المتردية بالنسبة للشعب السوداني. أنا داري جاوب على الأطراف بتاعت السلام وخلي ما بين الأسئلة. أنا داري أقول منهم
بالنسبة لاتفاق السلام، اتفاق السلام مهم، وثورة ديسمبر وضع قضية السلام قضية رئيسية، لكن بدأ نحن نريد بالاتفاق الإطاري أن نعيد الحيوية لملف السلام، ونحن موقنين بأن الحركات الكفاح المسلح التي وضعت على اتفاق سلام جوا هذه الحركات من مصلحتها التحول المدني الديمقراطي، ونحن في كلية التغيير الاستعداد لمد يدنا لجميع حركات الكفاح المسلح التي وقعت اتفاق جوا حتى نعيد لهذا الاتفاق وجهه الحقيقي كاتفاق جاء لمصلحة الشعب، وحتى نراجع ونعطي فرصة جديدة لندفع بمزيد من الدعم لهذا الاتفاق. هذا يحتاج إلى مراجعة، ونحن في كلية التغيير نريد أيضا أن ندفع بخطة جديدة لتوحيد شعبنا في شرق السودان، وسنمد يدنا لجميع القوى الفاعلة في شرق السودان صاحبة المصلحة، ونحن نعترف بأن لشرق السودان قضية كبيرة ومهمة يجب أن تعالج. لذلك وضع قضية السلام واتفاق جوا وحتى الأطراف التي لم توقع سواء الأستاذ عبد الواحد والرفيق عبد العزيز هذا الحلو، هذه الأطراف ضرورية لبناء الدولة السودانية لبناء الديمقراطية والتوجه إلى الأعمار. لذلك نحن الآن نزع عبر هذا الاتفاق وعبر الوصول لاتفاق إطاري ومن بعده إشراك الشعب في الأربع قضايا الأخرى وإشراك والثورة، أن نسحب إلى بناء جديد وأن نضع الانقلابات خلفنا، وأن تكون مرحلة انتقالية جادة وفاعلة، وأن نسحب إلى الانتخابات، وحرية التغيير ستوحد والثورة للذهاب للانتخابات كقوة فاعلة ومشتركة. ولذلك نحن سنمضي تجاه استدامة السلطة المدنية الديمقراطية وتوطين الديمقراطية في هذه البلد وبناء جميع المؤسسات على رأس القوات المسلحة وفض كل الاشتباكات بيننا كسودانيين للوصول إلى وضع جديد مفيد لكل الناس. يجب أن نفتح مرحلة جديدة، مرحلة مبنية على العدالة، مبنية على الشفافية، مبنية على المحاسبة، مبنية على بناء مؤسسات دولة لا تدفع الحزب بل تدفع للشعب السوداني. بالنسبة للسؤال بتاع ماذا حدث ما ابتسمت العملية للمسكين، حقيقة نحن في إطار التفاهمات التي تمت كان واضح الحدث الأساسي من هذه العملية هي رجوع العساكر إلى التكنات وسلطة مدنية كاملة من الرأس إلى القاعدة، بالتالي تقسيم هذه العملية هي محاولة